ثبت انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بين البشر من خلال البصق أثناء السعال أو العطس، وتنتقل العدوى عبر الاتصال بين الأفراد في منزل واحد على سبيل المثال، أو داخل غرفة مستشفى، أو إذا كان الفرد على مسافة لا تتعدى المتر الواحد بينه وبين شخص مصاب يعطس من دون وقاية. وينتقل الوباء أيضاً عند وضع اليد على الفم أو الأنف أو العينين بعد ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس. يعيش فيروس كورونا المستجد لأيام عديدة في مكان رطب كقطرات اللعاب مثلاً، ونحو 3 ساعات خارج الأمكنة الرطبة، وبالتالي فإن خطر الإصابة بالفيروس عند لمس منتج مستورد من الصين شبه معدوم. وكسائر الفيروسات، لا يقاوم فيروس كورونا المستجد حرارة الطهي، وبالتالي لا خطر من تناول اللحوم المطهية جيداً. إلى ذلك، لا ينتقل هذا الفيروس عن طريق الماء، ولم تسجل في الوقت الحالي أي إصابة نتيجة الاتصال الجنسي. وتعتبر تدابير النظافة القياسية فعالة كغسل اليدين بانتظام وتنظيف الأسطح والسعال أو العطس على منديل يتم رميه على الفور.